حياكم الله من جديد في أهلا بالعرفج، وضيفنا عامل المعرفة أحمد العرفج. وصلنا معكم إلى فقرة مزايين الكتب. الكتاب اللي راح نستعرضه اليوم هو كتاب بصمة حياة لكاتبه الأستاذ عبد الله العقيل. الكتاب عندك دكتور، وش تكلمنا عنه؟ يعني شوف، هو الكتاب هذا هو صدر يمكن قبل فترة بسيطة، يمكن أشهر. خليني أول شيء أدافع عن يا هلا بالعرفج، أنه كثير اتهامات تجيني أنه حنا ما نستعرض سير كتاب سعوديين أو سير ذاتية. هذا الكلام الحقيقة دائما ترى الكلام اللي حطيته على نار النقد طلع كلام فاضي. هذا الكتاب رقم 19 اللي جبته، يعني غازي القصيبي جبت له، العطار، محمد سعيد، كلهم جبنا لهم سيرة ذاتية المحترمة واللي تستاهل نجيبها، وحنجيب أكثر. صحيح. جيب عزيز ضياء إن شاء الله وكذا، الله يرحمه. فهذا الدفاع. ثانيا، الكتاب هذا الحقيقة اللي عجبني فيه إنه هو ليس سيرة شخص، هو سيرة جيل. مثلا الجيل اللي نقول بدأ بالطفرة، فهو بدأ من يوم ما كان عمره 16 أو 14 سنة. بدأ هو والوالد أبوه الله يرحمه أسسوا مكتبة جرير اللي هي الآن براند نيم عالمي. من هنا بدأت القصة. الكتاب عبارة عن رسائل للجيل الثاني من أسرة العقيل ولكل الجيل الصاحت، إنه إذا أردتم النجاح فهذا أحد طرق النجاح. حول الأمانة ما قال هذا الطريق الوحيد. ايضا عجبني انه ربط النجاح ببر الوالدين. كان كل ما يتكلم بين سطر وسطر يقول بفضل الله ثم توجيه والدي ودعاء والدتي، وهذه ملمح ذكي وجميل في الموضوع. ايضا الرسائل تحملها من جيل الى جيل. ايضا هو في تعرف التربيه بالقدوه وليس بالكلام. هو يقول لاولاده انا قدوه، انا عملت كذا وكذا وكذا، من خلال سرد سيرته. بالضبط. فانت تلتقط هذه الاشياء. ايضا علاقه المؤلف باسرته علاقه جميله، والابرز انه كان كل نجاح له ينسبه لاخوانه اولا، تضحيات اخوانه، وكثر ما كرر اخوانه ان حفظته ما شاء الله، ابراهيم رحمه الله، بعدين محمد، بعدين ناصر، بعدين اكرم وعبد الكريم، بس يدلعونه اكرم. أيه. تعرف يحبون يدلعونه، بعدين عبد السلام. فهو يكرر اسماء الاخوان ويقول احنا شركاء كلنا. وايضا بدا يتكلم عن كيف بدا وبكل شفافيه، قال اخذنا العقد الفلاني والعقد الفلاني والعقد الفلاني، استمرت جرير بالنسبة لنا، احنا جزء من ذاكرتنا جرير، فهو رسخ لذاكرتنا وجعلنا نعيد. انا انفقت في الكتاب ذا 8 ساعات، لكن والله لست نادما، بل اني فخور اني لقيت تجربة 40 سنة حصلت عليها في 8 ساعات فقط. جميل. ابدأ الكتاب طبعا في 3 كيانات، هو يسميها 3 كيانات. كيان اجتماع الاخوان، تعرفوا هذه لازم اقولها، انه كثير من الشركات العائلية بعد ما يموت العمود يتشتتون ويتخاصمون وحين توصل المحاكم. هم لا، للأمانة بعد ما وفات والدهم رحمه الله تماسكوا أكثر عن ذي قبل. هذا هو الكيان الأول. الكيان الثاني العمل الخيري. أنا أروح لبعض القرى في الحجاز وفي الجنوب وكذا، فأسأل هذا الوقف لمين؟ هذا الوقف للعقيل، هذا الوقف. فهم يروحون للقرى، قرية زي مسيجيد ما حد يعرفها، أنا رحت لها قالوا هذا قرية زي خليص مثلا، تجد فيها أوقاف. القرية الأولى وين موجودة؟ المسيجيد على طريق المدينة هذه. أيوة، من القرى اللي بين المدينة ومكة. أيضا الكيان هم 3 كيانات، الكيان الاجتماع الأخوان، العمل الوقفي، والكيان الثالث العمل التجاري، وهو جرير. الآن تروح في أحسن المناطق في أحسن المباني، وجرير ليست مكتبة، لا هي مجموعة من الأشياء. يعني أنا أقول لك الكتب جانب، نعم يعني الكتاب جانب من جوانبهم، لكنهم عندهم للأمانة الأجهزة ذات الكواليتي. هنا نتكلم عن كيف يختارون الأجهزة وكيف أن يجيبون أفضل الأجهزة الموجودة في السوق. طبعا لما نجي نتكلم عن الكتاب لازم نتكلم عن حرمة هذه المدينة الصغيرة. حسب كلام صديقنا إدريس، إدريس الله يطول عمره ونمسي عليه بالخير، إدريس يقول يا أحمد حرمة هذه ترى أنجزت أشياء ما حد ينجزها. قلت له كيف؟ قال عندك مكتبة جرير؟ قلت نعم أنا أشهد. نادي الفيصلي؟ قلت أنا أشهد والله نادي. قال وإدريس إدريس؟ قلت نعم كمان إدريس إدريس. حتى على فكرة نادي وهم الحرمة ناس طيبين. أكرم اللي هو أخو المؤلف، لما جت مباراة الفيصل والاتحاد على النهاية العام، قال يا أحمد أنا ودي يفوز الفيصل، لكن لو فاز الاتحاد سأكون سعيدا من باب إدخال الفرحة على قلب اليتيم العرفج. يا سلام عليك، هذول الناس اللي نتمنى يكونون دائما موجودين فينا. طبعا نادي الفيصلي نادي أيضا، أنت الحين شوف الطائف يمكن عدد سكانه يمكن ما أدري 2 مليون 3 مليون، ما فيها نادي ممتاز. الحرمة أنا ما أعتقد يتعدون 100,000 أو 200,000 شخص، لكن عندهم نادي وعريق وقوي في الممتاز. إذا المسألة في الصناعة، والمسألة في الإصرار والنجاح. وأيضا مجد عبد الله انطلق من الفيصل، هذا كلام إدريس مش كلام أنا، ما هذا تصريح خطير، تصريح خطير.
هذا ماجد لحظة أنت ليش يقول ماجد بدأ في الفيصل؟ أيوة يقول المفروض يقول إن استقوى ما يعرف يلعب ومدري. اسأل إدريس تجيب بكرة معه حوار واسأله. هذا الكتاب الحقيقة جدير بالقراءة كسيرة ذاتية. الرجل كتبه حتى كانت في عنده الأنا جميلة. تعرف بعض الناس أناه مقززة، هو أناه يقول والله أنا ترى أحب أمي وأنا أحب زوجتي وأنا ربيت عيالي كذا، فالأنا مقبولة مقبولة إلى حد ما. أيضا متصالح مع نفسه، أيضا في تدين شفاف جدا، هو لا يظهر عليه طبعا ليس ملتح الكاتب إيه؟ لكن يظهر عليه التدين. يقول دائما بنينا معاملتنا على الثقة بين تعرف شركات كبيرة، شركة جرير بنيناها على الثقة وكذا. أيضا الكتاب سيرة ذاتية، واستفاد عبد الله العقيل المؤلف من مجموعة كتب التنمية البشرية اللي ترجمتها جرير، هو يقرأها فبالتالي تلاحظ بعض النصوص أحيانا فقه الأولويات ومدري تجدها داخل العبارات. جميل، وش أبرز ملحوظة ممكن تقولها عن الكتاب دكتور؟ جميل، شوف أنا على قد قروشكم بعطيكم على قد دعم. طيب حبي للمؤلف ما حقدر أعطيك كل شيء، أنا عندي ملاحظات كثيرة ملحوظة ونعطيك حق الملحوظة الأولى أنه طبعا هو كتب سيرة وأفكار وذكريات. أنا لأنه هو نص الكتاب تأمل، نص الكتاب، فكنت أتمنى يكتب سيرة وذكريات وأفكار وتأملات، هذا واحد. ثانيا الحقيقة هو مغرم بالإبل، حط فصل كامل على الإبل. أنا أقول لو أني أنا محله، لو أنا محله فصل الإبل هذا هو تعب عليه، عنده 51 كتاب عن الإبل، وإحنا الآن عندنا سباق الملك عبد العزيز للهجن ومدري، خذ الكتاب ذا وخليه لوحده. أيضا سوى فصل عن الأوقاف لأنه مغرم في الأوقاف ليل نهار يكتب عنها، أيضا نحتاج إلى بحث كامل عن الأوقاف. هذا من مظاهر الشريعة الإسلامية الغراء، وضع الوقف قبل الغرب، وقف هذا الأوقاف من أفضل الأعمال التجارية في الإسلام، هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة. أنا تمنيت أنه هو يسوي كذا، ولو كنت محله تعرف أنا قلت لك أي كتاب لا يمكن اختصاره بسطر واحد هو كتاب في خلل بالمنهجية. الآن هذا الكتاب لو جيت أختصره بقول أنه هذا كتاب كتبه عبد الله العقيل كسيرة ذاتية وتأسيس مكتبة جرير وكيف نشأ أولاده وكيف كانت حياته وأسرته، بعدين أجي يقول واهتمامه بالإبل واهتمامه بالأوقاف، ده صارت دخيلة شوي، فكنت أتمنى له. وأيضا قلت لك هو أخوانه دائما مع بعض، هذا شيء يحمد له. أيضا في شوية تكرار، وأنا أعتقد أن عبد الله كان واعي لها، مع التكرار يعلم الشطار، فهو يعيد ويزيد عشان يثبت موضوع الأمانة والأخوة والأمانة والأخوة والصدق والأمانة لين أنا صرت والله بديت أسأل نفسي هل أنا أمين ولا لا. طيب بصراحة شكرا لكل هالمعلومات اللي خرجت من هذا الكتاب.